التلفزية وكنا نذكر الإشاعات اللي كانت موجودة ولاحقته حتى بعد وفاته. هل يمكن القول أنه باعتباره أنه نجم ونجم بكل المقاييس على المستوى التلفزي عادي أن تطاله الإشاعات حيا أم ميتا؟ والله حي ممكن، أما ميت معناها زايد، معناها لخاطر الواحد فما إساءات مجانية، فما حكايات فارغة، فما حاجات يخلقوا فيها من 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 عرش من تحت التراب. نجيب كان إنسان بحبوح عياش، وقال لك أنا تونسي، ومن من من صبع سقية حتى الشعري 4 شعرات متاعي، ما عنديش قلق معناها مع روحي، متصالح مع نفسي مع تونس، معناها كان نجيب الحق، معناها نعتبروه كما الخو صاحب، حتى سواء شفته في التلفزة ولا في الإذاعة، معناها ما يتبدلش، ما يوليش إنسان آخر يتقلب كي يبدأ في التلفزة، هو نجيب. ولكن الـ احنا نقولوا معناها حاجة نذكرها، نجيب كي قعدنا أنا برشا مرات نقعد أنا وياه، قلت له توا نجيب كي بدأت وقتها شوية هكا قنوات تظهر في تونس وبدينا نشوفوا فيهم، قلت له توا باش تنجمهم هذوما، تنجم تعمل بعد عرك معاهم وتنجم تبرز واحد، قال ايجا نقول لك حاجة، ايجا نوريك. مشيت معاه عنده فريجة فيها تقريبا 10 برامج أخرى جديدة مازال يحضر فيها للمستقبل، وكان يحضر في برنامج متاع إذاعة مستقل، معناها إذاعة حرة، وكنت نعرف حتى المكان متاعها، معناها كان الراجل يقعد يحضر في المستقبل، ما كانش يظن نهار باش يمشي في الوقت هذاك. لكن نجيب كان خلاق، إنسان مبدع حقيقي، إنسان معناها يخدم ياسر، وذاك يظهر اللي قتله نجيب هو الخدمة، لكن اللي بضمير بحب للتلفزة رغم الإمكانيات الضعيفة والمتواضعة. كنت تحدثت في عديد المرات على موضوع قلت الناس ينجم يغفروا لك كل شيء إلا أنك تحاول أنك تنجح. نجيب الخطاب نعرف شخصيا تعرض لضغوطات وقيود وصعوبات كبيرة في فترة من الفترات، وتم إبعاده عن المنوعات التلفزية، ونذكر شخصيا أنه في حديث معاه نلقاه في باهو الإذاعة والتلفزة التونسية، معنا نحس في مرارة ونحس في حزن في عينين نجيب الخطاب، قال لي قد ما عملته بعد خلاوني وما عملوش عليا. نتحدث الخصوص مع لطفي العماري، لطفي العماري نجح نجيب الخطاب لكنه زوبها بأعداء النجاح وتضييقات كبيرة طالت مسيرته التلفزية. نحب نقول بعد ما نترحم على صديقنا نجيب الخطاب، نقول لي نجيب الخطاب أحسن عمل كي توفى وقته، لأنه بدأ يتعرض الحملة كبيرة ياسر تهدف إلى إقصائه نهائيا من التلفزة، لأنه في الفترة هذيك كان الخطاب الدعائي تاع النظام في تونس قائم على محو كل ما هو اسم مشهور، ويعني ترك المساحة والفضاء لشخصية واحدة اللي نعرفوها الناس الكل، وهي شخصية الرئيس المخلوع، وكانت هذه النظام الدعائي اللي عملوه رجال الإعلام المشتغلين في القصر. حتى وفاة نجيب الخطاب وقعت تعتيم عليه وهبطت لنا تعليمات وقتها في الجرائد بعد نهارين ثلاثة يزي من الحديث عن نجيب الخطاب. علاش؟ لأنه وقتها الأخبار متاع رئيس الدولة السابق وخرت في الجرائد إلى الصفحة الرابعة والخامسة، كانت صفحات الأولى كلها مركزة على نجيب الخطاب، فصار انزعاج كبير. بعد شنو اللي صار؟ بعد خاطر بكري حكيتوا على إشاعات، ثم إشاعة خرجتها المخابرات، إشاعة أنه نجيب الخطاب حي في الجزيرة، ورغم أنه معناها إشاعة سخيفة جدا وفيها عملية استغباء لعقل المواطن التونسي، إلا أنهم نجحوا في بثها ونشرها وتحريض حتى الصحافة على تبنيها. تقول له ولدي مش معقول كلام، لا يقول لك الحكاية موجودة، شبيك ما كتبتش عليها وشوفناها بعينينا ريناه. وهي علاش وقتها؟ لأنه جات مباشرة بعد الأحداث تعمل عباجة اللي ماتت فيها برشا ناس، وكانت الأحداث هذيك باش تكون هي الشغل الشاغل للرأي العام التونسي، فتجي صالح المخابرات وتخرج الإشاعة هذيك وتنشرها بشكل كبير، ويتبناها جزء كبير من الشارع التونسي اللي مازال مصدوب موت نجيب الخطاب وبطبيعة الحال وينشرها. لكن نجيب توا مات وشبع موتا وربي يرحمه. احنا متعودين ديما الأموات نحكوا كان على الحاجات الإيجابية، نجيب الخطاب عنده سلبياته. نجيب الخطاب كان يشكل مع صالح شغام مرحلتين من الثقافة التونسية، كان صالح شغام الله يرحمه شادد في نوعية متاع ثقافة جادة كتابا وأغنية وسينما ورواية وحتى نوعية الحوارات، في حين أنه نجيب الخطاب
كرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية السريعة، وفتح التلفزة التونسية إلى نجوم الأغنية اللبنانية بغثهم وسمينهم، وكرس خطاب ثقافي يتماشى مع ما أرادت السلطة أن تطبقه في الوقت هذاك، اللي هو معناها تكريس الثقافة السطحية، ثقافة معناها الساندويتشية كما نقوله احنا، وكانت ماشي مع توجه سياسي ليبرالي متوحش إلى اليوم، وللأسف مازلنا نقاسيه فيه. فنجيب كرس مفهوم النجم التلفزي اللي عمل منوعات كبرى من لا شيء التوى ما تعملتش في تونس، هذا تلفزيا، لكن ثقافيا كخطاب كرس وحال الباب النوعية من ثقافة، ثقافة كما نقولوا سلبية جدا التوى مازلنا نقاسيه في أثارها. تحدث لطفي العماري على نجيب خطاب الله يرحمه، صالح شغام الله يرحمه، كانت فهم منافسة معلنة وسرية بين زوز وجوه إعلامية بارزة إذاعيا وتلفزيا، وكنا نذكروا كيفاش زوز يجريوا مع بعضهم مطار تونس كارتاج الدولي اللي باش ياخذوا السبق لأغنية من غير ليه، وبعد الصحافة قالت صالح شغام تجري على من غير ليه، ضرب على الطاولة ديما نذكرها، قال ما تفهموهاش علاش تحكيوا عليها، خاطر رجعني للستينات باش نمشي نحكي مع حبيب شغام. حبيب شغام أنت كنت وقتها في إذاعة المونستير، بعد ما توفى صالح شغام الله يرحمه هبط جيت الإذاعة الوطنية، مانيش نحكي كان في الإيجابيات، نحكي على السلبيات لأن حاجات عشتهم، أنه وكأنه كان فما منافسة خفية إذاعيا بين لحبيب شغام، وكان فما حلف ثلاثي لحبيب شغام ونبيل تليلي ونبيل بن زكري ووليد تليلي في ثلاثي ثلاثة على الهواء، وبين نجيب الخطاب هو يربي لكم في الكلام في ألوان وأجواء، وانتم ترموا له في الكلام في ثلاثة على الهواء. علاش المنافسة هذه، وعلاش على وليت انها تراشق بالألسن ووصلت حتى معناها كلام صعيب ياسر يتقال؟ هل انك نادم على الفترة هذه حبيب شغام ولا لا؟ منش نادم بالكل، هذا كداخل في سياق العمل، يعني في غمار التنافس ما بين المشتغلين في قطاع واحد، سواء كان في الغناء ولا في الموسيقى ولا في السينما ولا في المسرح ولا في التنشيط الإذاعي والتلفزي. أولا لابد من الإقرار ونقولها، باعتباره نجيب الخطاب من المنشطين سواء في الإذاعة وفي التلفزة اللي أنا كنت نحب نسمعهم، نتبع برامجه في الإذاعة وفي التلفزة، هذا معناها النقطة الأساسية الأولى اللي نحب نركز عليها، باعتبار أنه المنشط يبدأ مغروم برامجه ومغروم أنه باش يعمل مسيرة يحبها ناجحة، لابد أنه يتعلم من الناجحين في مجال الإذاعة والتلفزة. ثم نقطة ثانية نحب نركز عليها وتوا نجيك للسؤال نتاعك، نقطة ثانية هو أنه السلطة كما قال لطفي العماري تقلقت من شهرة، وشنو شهرة مذيع في الأخير، يقول لك شنو هو في الأخير، يا هل ترى هو عبقري، هو عالم في الفيزياء، هو وزير كبير، هو منشط في الأخير، مذيع مقدم برامج، أنه ياخذ الشهرة هذه، وهذه معناها تكرست لما توفى صالح شغام وشاهدت الجنازة نتاعه في حمام سوسة، معناها جنازة كانت جماهيرية بكل الأوصاف، ما عمره ما صارت في تاريخ القرية المدينة هذيك. ثم كذلك لما تكررت قالوا معناها السلطة تفجعت، عجب المذيع ينجم يأثر في الناس بهذه الدرجة، ينجم يكون محبوب، ينجم يكون كلامه في الإذاعة يأثر إلى هذه الدرجة، وتعاودت لما توفى الله يرحمه صديقنا العزيز نجيب الخطاب، فحبوا يوقفوا الحكاية. كفاءات يزيعت كثرتوا انتم يا جماعه الاذاعه والتلفزه، اذا ماشي في بالكم انكم باش تكونوا كبار ونجوم وعباقره وعمالقه في ميدانكم، احنا اقوى منكم واحنا عندنا السلطه وعندنا النفوذ باش نوقفوكم عند حدكم، هذا ايش حبوا يقولوا. ثم نجي لسؤالك، صحيح نجيب الخطاب كان عنده من الذكاء ومن الدهاء الجميل كذلك، الدهاء اللي يصلح في العمل، لابد انه الانسان يكون شويه داهيه باش يعرف يمرر افكاره، باش يعرف يمرر معناها طريقته في العمل باش توصل، فما هكا وفما هكا. فنجيب نقولوها بكل صراحة وبكل محبة أنه تقلق من برنامج ثلاثة على الهواء في الإذاعة مع وليد، كنت ترجع عليه نذكر فما حلقة كان نتكرها. هو يتكلم وحنا نرجع لا تعرف مرهم مرة قالك وليد ليلي قالك يا حبيب نعديه باسكال مش عليني، قلت له شنوه هذه نعديها، فما ناس أخرين يعديوها ويعديوها نهار الجمعة في الليل، ولكن ما ننكرش تعاونه الجميل مرة مارسيل خليفة جال تونس واتفقت معاه باش يكون معايا في سهرة همزة توصل نهار الجمعة في الليل، كنت نقدم المنوعة هذه في ذات المنسير، وفي نفس الوقت في نفس التوقيت ألوان وأجواء على موجات الإذاعة الوطنية. اتصل نجيب الخطاب مارسيل خليفة، قال له مارسيل خليفة قال له أنا ملتزم مع إذاعة المنسير، ف
نجيب الله يرحمه وحبش يخلي الفرصة تتعدى بحضور مارسيل في تونس، كلمني قال لي حبيب اش قولك نعملوا ديبليكس، نعملوا ربط مشترك. قلت له على الظالين مين، فكرة حلوة. وفعلا كانت معناها سهرة مشتركة بحضور مارسيل خليفة في استوديو 2، وتمت نواصل في الحديث على الراحل نجيب الخطاب في ذكرى رحيله مع هالة الذوادي. شخصيا كنت قريت لقاء صحفي لهالة الذوادي في احد الاسبوعيات منذ سنة او سنتين، سألتها صحفية قتلها هالة باش تكون متأثرة في الميدان الاعلامي، على حد علمي كان نكون منسيتش انه هالة الذوادي قالت ملي متأثرة بحتى حد. هل هناك تأثر في بعض المواقع على الاقل بنجيب خطاب الاعلامي؟ قلت مانيش متأثرة بحتى حد، على خاطر في الاخر بالكل كل واحد عنده شخصيته. غرمني بالخدمة نجيب الخطاب، ولو اني كاقطة قلت لي غرمني بالخدمة ما كنتش ناوية اصلا باش نعمل صحافة. كنت نخمم هكاك وبرا، فهمت؟ لعمري نهار خممت في تلفزة، كنت نخمم في راديو، كنت الراديو خممت فيه مثلا نجيب الخطاب، اما لعمري نهار خممت اصلا في تلفزة ولا باش نمد وجهي في تلفزة، خاطر برشا ناس قاعدة تمد في وجوهها مش قاعدة تنشط. نجيب كان ينشط قبل بحق. مش عليك أكيد. رفعت